فنان تشكيلي اسمه محمد بوجالي عمل مبادرة رسم المعالم المصرية على ألواح صغيرة طولها ما يتعداش السنتيمترات، وده من مختلف المحافظات. خلينا نروح نتفرج ونشوف المبادرة اللي عملت جولات علشان ترصد هذه المعالم ويجسدها ويرسمها على المساحات الصغيرة جدا، خصوصا أنه بيسعى من خلال هذه المبادرة أنه يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. على لوحات صغيرة لا يتعدى حجمها نصف سنتي في سنتي، بدأ فنان تشكيلي تنفيذ هوايته في رسم المعالم الحضارية والأثرية وفي تجسيدها على تلك المساحات الصغيرة من الورق. محمد بوجالي فنان تشكيلي من سيناء يعيش بمحافظة الدقهلية، قرر تدشين مبادرته من خلال رسم مسجد عبدالله الغريب على لوحة صغيرة للغاية من داخل مدينة السويس، وذلك بعد أن قطع مسافة السفر من الدقهلية إلى محافظة السويس حتى تصبح نقطة انطلاق للمبادرة. خطة محددة وضعها الفنان التشكيلي لرسم المعالم المصرية على لوحات صغيرة من مختلف المحافظات، تعتمد على تنقله وسفره إلى تلك المعالم لتجسيدها ورسمها على تلك المسطحات الصغيرة جداً، حتى تكتمل مبادرته برسم كافة المعالم المصرية. طموح من نوع خاص يسعى لتحقيقه بوجالي للوصول للعالمية من خلال تحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال رسم لوحة أقل من 3 مليمترات. يا بوجالي صباح الخير. صباح الخير، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. طيب قبل ما اتكلم معاك عن المبادره دي، عايز اعرف بس انت ازاي اصلا اتعلمت هذا الرسم على هذه اللوحات بهذا الحجم الصغير؟ من اللوحات الذاتيه، اللوحات الذاتيه فيها تفاصيل شويه، بتركز من الاكبر للاصغر تفاصيل لحد ما توصل لادق حاجه. فقلت طب انا هاخد، ممكن ناخد الجزء ده واعمله لوحه لوحده بدل ما يكون جزء من لوحه، لا اركز حته صغيره من البدايه. طيب بس هي جت من هنا يعني. الادوات اللي بتستخدمها علشان ترسم في المساحات الصغيره جدا دي نفس الادوات العاديه اللي الناس بترسم بيها، ولا الموضوع عامل ازاي؟ بالظبط، مش بالظبط، بس هو الادوات العاديه بس معمول عليها تعديلات ان هي ترسم على مساحات صغيره قوي. بس هي الادوات العاديه الوان وفرشه. بتصنعها انت مخصوص عشان تشتغل بيها ولا متوفره؟ لا هي متوفرة، بس أنا بعمل تعديلات عليها، يعني بشيل أجزاء منها عشان بدل يعني آخر مقاسات في الفرش بتبقى مثلا 4 زيرو، أنا بشيل منها أجزاء كمان بحيث إن هي أعرف أرسم أو أقدر أرسم بيها على مساحات أصغر من 4 زيرو. طيب كلمنا بقى عن المبادرة، جات لك الفكرة منين إنك تطلق مبادرة بهذا الشكل، وليه بدأت من مسجد الغريب السويس؟ هي البداية كانت صدفة، يعني البداية كانت صدفة إن أنا عند حد صاحبي في السويس بنتبادل زيارات وكده، هو بيجي لي العريش أو المنصورة وأنا بروح للسويس كل فترة، فقلت له أنا هاجي أرسم مسجد الغريب من عندكم كده وأصوره، وكانت من هنا الفكرة، يعني كانت زيارة أصدقاء في الأول وبعدين الموضوع جه صدفة يعني. فانت خدت الصوره وقعدت تصممها، خدت فيها وقت قد ايه؟ خدت حوالي من ثلث ساعه لنص ساعه تقريبا على ما افتكر يعني. عظيم، ما يعتبرش وقت. عشان المساحه كانت صغيره بس. يعني بالظبط. طيب انت مكمل كمان بالمبادره في باقي المحافظات، بتختار الاماكن اللي ترسمها في المحافظه على اساس ايه؟ على اساس ايه اكتر حاجه مسمعه في المحافظه، ان كانت مسجد او كنيسه او معلم سياحي او مكان معين مشهور في المحافظه او المحافظه مشهوره بيه. يعني انا دلوقتي مثلا انا في العريش دلوقتي، واشهر حاجه في العريش مسجد النصر. دي اكتر حاجه معروفه موجوده هنا، فان شاء الله الايام الجايه هبدا ارسم فيه باذن الله. طيب وصور برضه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك طبعا، لكن قول لي يعني انت بشكل عام هدفك ايه في المرحله القادمه، وخصوصا الفن ده هل هو موجود في مصر
هل هو منتشر في مصر؟ هو قليل جدا، هو مش منتشر، لا هو قليل جدا. وانا غرضي من الموضوع ده ان اعمل حاجه مختلفه عشان ابقى متميز في المجال بتاعي بس. واي حد عايز يعمل اختلاف او تميز لازم يعمل حاجه ما حدش بيعملها كتير او ما حدش بيعملها اصلا، بس دي القصه كلها. طب احنا عارفين انه عندك طموح انك تدخل موسوعه جينيس الارقام القياسيه، اخذت اي يعني خطوات علشان تحصل لهذا اللقب؟ هو باخد خطوات اوريدي دلوقتي، ان انا بشتغل على نفسي ان انا ارسم في مساحات اقل من الموجوده متسجله في الريكوردات العالميه. دي الخطوه اللي انا باخدها دلوقتي. اما خطوه بقى ان حد لجنه تيجي او كده، دي لسه هتيجي بعد ما انا اتقن المساحه الصغيره قوي دي. هبدا اشوف بقى اجيبهم ازاي. طيب انت بترسم ايه تاني غير المساجد يا ابو جالي؟ برسم شخصيات، برسم كوبي للوحات عالمية مثلا، برسم حاجات كتير، أماكن مثلا مشهورة أو كده بس. طيب الحاجات دي ليها سوق في مصر؟ هي كسوق كمعارض بتبقى مميزة، أنت مميز في وسط اللوحات الموجودة كلها أن أنت عامل أصغر حاجة. بس كمثلا كبزنس او كده، ما هو ده اللي اقصده يعني. بقى في ناس بتدور عليها، في ناس بتيجي عشان تشتريها. لا بس في بره سوق ليها وبزنس وكده وتمام، ومتاحف وقاعات عرض كبيره، انما هنا في مصر كعرض بس يعني لحد دلوقتي يعني. الله اعلم ايه اللي هيحصل بعد كده. ان شاء الله كل خير، كل التوفيق ليك يا محمد. محمد بوجالي الفنان التشكيلي، شكرا جزيلا ليك.